ومن الخرطوم ينضم إلينا محي الدين جبريل مراسل الغد. يعني محي، كيف جاءت إذن ردود الفعل في السودان على زيارة أبي أحمد؟ هل هناك تعويل على الوساطة الإثيوبية في الوصول إلى حلول في تقريب ربما وجهات النظر بين المجلس العسكري وممثلي قوى الحرية والتغيير؟ سها مراقبون يقولون ان الشارع السوداني وكذلك بما فيه القطره السياسيه بكافه اتجاهاتها ربما هي الان في انتظار لاي مجهودات من الوساطه سواء كان من اثيوبيا او من غيرها. هذه هي يعني للمره الاولى يلقى فيها حجر في هذه البركه. كانت هنالك قوى سياسيه محليه كانت قد اعلنت قبل يومين ومعظمها كان مقربا من النظام الحاكم سابقا، قالت انها يعني ستكون حلقة وصل بين المجلس وقوى الحرية والتغيير، ولكن ذلك الموقف كان مرفوضا من قوى الحرية والتغيير وبطبيعة ولم يرحب به من الدرجة الأولى. الآن على الرغم من أنه بحسب رأي كثير من المراقبين يعني لا يوجد تفاؤل على الأقل بنتائج على الأقل عاجلة لهذه الزيارة، ولكنها على الأقل تمثل بارقة أمل أو بصيص على الأقل من أن هنالك شخص يتواصل مع الأطراف المختلفة. حتى الآن قوى الحرية والتغيير لم تدلي بأي تصريحات. كان هنالك رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير فور خروجه من المؤتمر أراد أن يصرح لوسائل الإعلام، ولكن يعني ترجاه قادة آخرون في قوى الحرية والتغيير بأن هنالك طلب من الوسيط الإثيوبي بعدم التصريح لوسائل الإعلام في هذا الوقت بالتحديد، والأطراف مضوا بعد ذلك معتذرين للصحفيين وكذلك المجلس العسكري آثر الصمت حتى الآن. نحن نتوقع هنالك مؤتمر صحفي معلن في حوالي الساعة 5 بتوقيت السودان المحلي. حتى الآن يعني نتوقع أن تكون هنالك مشروع لورقة توفيقية بين الأطراف أو على الأقل الإعلان عن مدى المساحة بين الطرفين الآن. نعم محي، يعني كيف يبدو الوضع الميداني إذا بشكل عام وفي محيط القيادة العامة بشكل خاص، وكيف تبدو الأوضاع الأمنية أيضا؟ محيط القيادة العامة منذ صبيحة فض ميدان الاعتصام يعني سها يعني الآن الحركة أصبحت سالكة في جميع الطرق التي تتقاطع في ميدان الاعتصام. تم فتح واحد من الجسور القديمة كان مغلقا منذ 6 أبريل موعد بداية الاعتصام أمام القيادة العامة، تم فتح الطرقات ولكن المكان يبدو يعني خاليا من أي وجود، يعني فقط آثار تخريب آثار الحرائق التي والنيران التي طالت ممتلكات المعتصمين والخيام. يعني المكان يبدو خرابا وأشباحا لكن الحركة فيه سالكة ولا أثر لأي وجود بشري في المكان. بصورة عامة الشارع السوداني هنالك حالة استقطاب، هنالك هدوء مشوب بالحذر، هنالك انتشار أمني مكثف للجيش وقوات الدعم السريع في كل أنحاء ولاية الخرطوم. نعم، من الخرطوم محي الدين جبريل مراسل الغد، شكرا جزيلا لك.